انتي ليش هيك عم تعملي فينا وبحالك؟ بتعرفي شو عم تعملي؟ عم تعملي مثل القطة اللي عم تاكل ولادها وهي مفكرة حالها انها عم تحميهم. شو؟ متطورة؟ طلعت معك هلا انه انا عم باكلكم؟ ماما نحن مو ذنبنا انه كنا بنات الرجال اللي ظلمك وعذبك وتركك، نحن كمان انظلمنا وابي تركنا وما سأل علينا. لا تنتقمي منا لانك مالك قدرانة توصلي له. خرسي، انا لما بدي انتقم بنتقم منه إله، مو منكم انتو. انتو بناتي، انتو بتشبهوني، ولادي إلي مو ولاده إله، فهمتي؟ هالحكي هاد من حرقة قلبك، انتي ما نسيتي. مزبوط، من حرقة قلبي، بس مو عليه، على بنتي، على بنتي. بتعرفي شو يعني بنتي؟ بس تصيري ام بتعرفي شو يعني هاي الكلمة. بنتي اللي عم شوفها من ورا الشجر، بنتي اللي عم تلبس اواعي جديدة مو انا جايبت لها ياهن. ولك يا امي شو نفع الثياب الجديدة والمصاري وبنتك بعيدة عنك؟ هونيك هي وش بوش ستي كل الوقت، ستي اللي بعمرها ما حبتنا، هلا صارت حنونة؟ بكرة إذا قررت إنه تظلمها لبنتك مين رح يحميها منها؟ ما رح تظلمها. وعك تفكري إنه ستك اللي قررت تاخد شام. أنا خليتها تفكر هيك، وأنا اللي قررت أبعت بنتي لعندها. معلش، خليها ترتاح شوي لبين ما نظبط أمورنا، تخلصي فحصك ونسافر. قربي كلي، قربي كلي. Thank you.